دونك الفتره ديال الحجر الصحي بيان سور كانت واحد الفتره اللي صعيبه على المغاربه كلهم، ولكن تبارك الله كانت فرصه للمولاتي كل المولاتي اللي ما كانتش كتعرف تعجن ولا كتعجن، ما كانتش عارف تطيب ولا كتطيب. كانت فرصه 4 شهور انا نبينوا كل المواهب ديالنا الخارجيه والداخليه، وكانت فتره نقاهه يمكن حتى لينا اننا بحكم ان النساء ما شاء الله ديما حنايا خدامين برا الدار وفي الدار، فارتحينا واحد شويه وعطينا واحد لابوز لينا كونسونطرين على الدار والعائله والاولاد. بيان سور علاقتي بنتي سيليا هي علاقه كل ام باطفالها، وماشي ما بغيتش نبين ملامحها ولا شي حاجه، غير هو انا كنشوف ان يمكن باقي ما جاش الوقت المناسب انني نبينها، وخليتها مع الظروف. نهار كبر هي وتبغي تحط الصوره ديالها كيبقى حريه ديالها. كيبقى المجال الفني ومجال الاعمال والاستثمار مجالات بجوبهم زوينين، كنحبهم. انا قريت الماناجمنت والماركتينغ، ويمكن بالورط داك القرايه ديالي في على مجال الواقع، والفن شيء اللي كنت كنحبه من الصغر وكتبقى موهبه اللي استطعت اني مع الوقت انني نبينها اكثر. وجوج مجالات اللي كنحس ان عندهم علاقه ببعضياتهم والحمد لله.